أنا وعدت إنه أنا أكون صريح معك. مين خانك؟ كتار. أوف، سامحتيهم؟ مش كلهم. ليه؟ رح كون صريحة وأولى. كلنا كتير سهل نقول إنه نحنا منسامح والله بقلبنا أكيد، بس في أشياء صعبة 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 بتصير تطلب من ربنا أعطيني القدرة إني عن جد سامح، بس يكون الغدر كتير قوي برجع بوصل لمرحلة سامح بس ببعد نهائي. ناس قرابة كتير؟ لا مش كتير كتير. طيب هدول هلأ لو سمعوا عم يسمعك هذا، وأنا أكيد اللي بيسمعوك بيعرفوا طبعا، لو عم يسمعك شو بتقولي له؟ قلوا إن الله يسامحكم ودلكم بعاد، بس تعلموا تعلموا من التجربة. أنا رأيي ما لأنه بس شخص يكون بني آدم، ليك بدي أقول لك شيء، في ناس بتخلق بتكون فقد دمها نيجاتيف غدر. أوف، بدمها الغدر. ما عاد وثقتي بحدا؟ بتحسي إنه يعني دائما بلا، في ناس بوثق فيها، تثقي فيها، في ناس بوثق فيها، بس تعلمت ما بقى بفتح لحدا جديد، صعب. تعلمتي من الدروس الماضية ولا ما تعلمتي؟ تعلمت كتير. خبرني أنت شو تعلمت، لأنه أنت بعرف ما رح أحكي القصة، بس بعرف أنت كمان تعرضت لخيانة. مش خيانة زوجية، لا. أنا مثل ما بالضبط أفكر خيانة أشخاص أنت أعطيتهم ثقة بالضبط من طيبتك. وهي الفكرة حزيري شوية، أنا اللي بدقق عليها دائما، إنه هاي الثقة هي أشياء تعطى ولا تؤخذ. صحيح. يعني أنا بدي أعطيك ثقتي، ما بتاخدها غصب من عني أنت، أنا بدي أعطيك إياها، أنا بقتنع لأنه أعطيتك إياها. ليش؟ لأنه في أسباب، في حب أكيد، في شبه بالتعامل بالعادات بالطريقة بالتفكير. فأنا بالنسبة إلي خيانة اللي حواليكي بالنسبة إلي ما بسامح. ما بسامح؟ أنا ما بسامح. خيانة الزوجية سامح؟ الخيانة الزوجية لقلك هلأ أنا ما جربت، ولا يعني بهي القصة ما بعرف شو بحس، بس ولكن أنا بهي القصة ما بسامح. ليش؟ لأنه أنا الثقة هي جزء من روحي، يعني أنا بس وثق بحدا بعطيه جزء مني، فبس حس بالغدر ما بقدر سامح. يعني مثل ما قلتي بيبعد بس بيرجع بيخطر لي، وبحس الحق علي، أنا الغلط مو هو الغلط، لأنك عطيته ساعة زايدة. أنا بحاسب حالي ما بحاسبه، هو هيك مثل ما قلتي، يعني في ممكن دمه يكون في غدر. المرأة بتسامح؟ إيه بعتقد المرأة بتسامح أكتر، لأنه ليش بدها تسامح؟ تركيبة المرأة، تركيبة المرأة ما بتشبه تركيبة الرجل. بشو؟ أنا أضعف منه؟ لا بالعكس، شو؟ أقوى من الرجل. بحاجة لإله أكتر؟ لا. ليه بدها تسامح؟ لأنها عاطفية أكتر،